توفرت مجموعة جديدة من القلاد الهوائية الحجم مالتها 12 لدر. الشركة المصنعة شركة سيلفر كريست ألمانية، شركة ألمانية عالمية، باركود مالتها يقرأ ألماني والصنع مالتها ألماني أصلي. يتوفر ويا كافة الملحقات، شبشع عدد 2، الصينية مالتها، صياخ مالتها التكة، شواية دجاج مع كامل ملحقاتها. تحكم الكتروني، يتوفر باللون الأسود واللون الأحمر. اللي أريد منك تشارك الفيديو حتى الكل يشوف منتجاتنا. البيت الأوروبي التجاري، حي ميسان مقابل مصرف الدم، مجاور مثلجات ليمونة بالضبط. هذه القلاية تعمل على 9 برامج كاختيارات موجودة في الشاشة مالتها. تحكماتها لمس الكتروني بمظهر مميز وجميل وأنيق جداً.